السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأعزائي متابعين قناتي. يا ريت الأول خالص نضغط لايك تقديرا لمجهودي. النهاردة مع بعض كده الفيديو اللي كلنا بنحبه اللي هو جولة في مطبخي. الأول أدي الشباك أهو، ده الشباك اللي هو اسمه الشباك الأمريكي الأمريكاني أهو، ده مفرشين كده بحط حطهم كده، وحط الكاتل أهوت. يعني أنا حط الكاتل علشان بجوار البريزة، يعني حاجة بسيطة بينه وبين البريزة، فحطها هنا على الشباك. ودول الصواني ديت بتاعت الفطار، ودي فازة كده حلوة هيت يعني. وندخل جوه على المطبخ اهوت، ده الشباك اهوت اللي احنا سبناه، ده التربو، تربو المطبخ. انا كنت عاملة جولة فيه وحاطة عليه من فوق خالص اهوت، حتى الفازة الحلوة ديت اهي. وهنا ادي المطبخ، فخامة المطبخ اهيت، ده اللي حملت صفاية المعالق، حتى الشوك والمعالق اهيت على الكبيرة، والصغيرين والسكاكين حطهم في الادراق. وده كوز المية ده يعني عشان طبعا احنا لسه الدنيا ما حررتش، ما بحطش مية في التلاجة وبغطيها برضو. وده طقم توابل فيه صغيرين فوق، ودول حتى فيهم اللي هو لبن البودرة ورق اللور، وهنا اللي فوق ده كركديه وينسون وشمر وكمون. والصينية ديت فوق كده بحطها لما باجي يعني استعملها، حطها كده على الوزرة تحت اهي. وديت البلانشة دي بتاعت اللحمة السمك يعني، وخصصها كده. ودي بتاعت الخضار، ودي حمالة حامل المجات اهو. وده الكوز ده يعني كان ايه، شفشف كده ما كنتش بستعمله، فغسلته كويس خالص، وحتى فيه اللي هم الصفايات دول والمغارف والطقم ده اهوت. وايت ون الومنيوم بستعملها. وديت علبتين، علبة السكر تحت وعلبة الشاي عليها. وده حامل اللي هو مناديل المطبخ، انا كنت عاملاه زي ما كنت مريهولكم، انا اللي عاملاه على ايدي اهوت. ودي الكبة، ووراها هي الصينيه برضو حطها على الوزرة هي عشان تبقى جنبي. وده طقم التوابل، وهنا تحت البلاستيكات حطها جنبي، هنا هي الاستعمال حطها على جنب كده كلها مع بعضها. وطبعا هي دي الدراجة هي عشان الوقت ده اللي جوه اهوت، الطقم الجرانايت اهو. وده البايركس، ودي صينيه صغيره كده حطاهم اللي جت لها مكان هنا. وده طقم الساج اللي هو التركي، وتحت حاطه اللي هو ورق الاعلانات، ما بحطش ورق اللي هو بتاع الجرايد يعني، بيبقى عليه اسم محمد وعبد الله وكده واسم الله، فبحط ورق اعلانات تحت بفرش تحت اهو. ودي الناحية ديت الرف ده صيني اهو، وجوه اهوت جوارب اهيت. وده صحن مغطى اهوت، وتحت ده التوبس ده، وتحت هنا برضه اهوت حتى ورق اعلانات اهو. دي الاطباق الكبيرة، والبراد ده حراري على حتى على النار يعني. وده براد اهوت، الدلفة ديت حتى فيها الألمونيوم، في ألمونيوم فوق اهوت والألمونيوم تحت برضه. وده الفرن الحراري الميكروويف، وحط عليه البولة دي كبيرة حتى فيها جزاز الماء، لأن طبعا لسه برضه الدنيا ما حررتش، بحط الماء لوحدها هنا كده في جزايز اللي عاوزة. ودي جزازة الميريندا دي، احنا منشتريش ميريندا يعني، منحبوهاش، بس هي كانت جايالنا يعني هدية كده. فرشة الورق ده تحت برضه بيحافظ يعني على البلاط من الرول ده، الرول اللي هو بتاع اللي كنت لازقاه على التلاجة، فاللي هو اللي بقى شيء كده اللي بيبقى تحت هنا حطاه هنا برضه يحمي البلاط. ودي التلاجة اهيت، عاملاه لها مغطياها بالورق ده، الورق ده جميل يعني بيغير شكل الحاجة. التلاجة من فوق اهيت، ده اللي هو الباب اللي فوق اهو، الباب اللي فوق حتى الاتنين الفرشتين دول مناسبين لنفس اللون اللي هو اللون الروز ده. وده فوق هو التلاجة من فوق الفازة الورد ديت مديها، وهي التلاجة كلها على بعضها اهي، نمشي كده اهو.
برضو حاطه من تحت الورق الرول ده ناحيه التلاجة من الناحيه التانية اهي، حتى الورق اللي بيبقى لازق فيه حطاه على الارض هنا حوالين البوتاجاز على الارضيه عشان الطرطشه اللي هي دهون البوتاجاز بتحفز لي، بدل ما كل شويه اغسل البلاط وبيبقى تنظيفه صعب، فبحط هنا ما بتوسخ بروح شايله وحاطه اي حاجه تانية. ودي الانبوبه، ده الولاعه اهيت، وحتى مفرش كده على الانبوبه، وده كان قميص عندي قديم حطيته يعني غطاء للانبوبه كده مخلي شكلها حلو. وده البوتاجاز ايدي فيها على طول اهو بيلمح. سر لمعه البوتاجاز دي على فكره الخل، شويه خل كده وتمسحيهم بعد ما تخلصي. والبوتاجاز اهوت على بعض اهو، والارضيه من تحت اهوت حتى الورق زي ما بقول لكم. وده شباك على ايدي اليمين كده بفتحه لما بتبقى الدنيا حر بحري، وده فوق البوتاجاز على طول، ما بحبش احط الستاير يعني على الشبابيك بتاعت المطبخ عشان الدهون وكده. دي البرايز اهي حواليها، ودي الشفاط، وده الرخامه اهيت، دي فازه هي بتدي يعني برضو ديكور كده على الايه في الركن في على الرخامه، وده صابون السايل، ودي السلك الخشنه والليفه الناعمه، ودي الصابونه ديت صابونه اللي هي صابونة البيئة، دي صابونة بلدي، دي بتخلي الألمونيوم بتلمع. وسر برضو لمعان الحوض اللي هي الصابونة ديت اهيت، الرخامة ناشفة خلاص ومنشفاها ديت، الفوطة اهي بتاعت المطبخ حطها جنبي هنا بستعملها برضو، طبعا بأنشر في الشمس بس دول يعني ايه بخليهم جنبي كده، الرخامة ناشفة والحوض ناشف. وده طقم السيليكون اهوت للطاسات ديت وجرانايت والدفاع، بستعمل اللي هو الحامل المعالج اللي هي السيليكون دي، ودي الحامل ديت حمالة اللي حط عليها الطاسات، وده ممكن ان هو بستعمله برضه في الاكواد، دي صفايات اهي صفايات شاي. ودي الهدوم دي هدوم يعني مش نظيفة بحطها هنا في المطبخ، ما بحبش يعني عشان الطاقات السلبية وكده، لو فيها روائح عرق بتاع بحطها هنا في المطبخ، ما بحبش احط الهدوم اللي مش نظيفة يعني ثبت الغسيل في اوض النوم. وده الجردل ده كان يعني جردل قديم حاطة فيه حاجات برضو استغليته وغسلته كويس خالص بالكلور وبالصابون السايل والسلكة الناعمة، وحطيت ده الترمس وديت الشباسة، وتحت هنا حط الطواجن ديت، ودي الأرضية هي ده ما وريتلكمش من فوق اللي هو الايه فوق هنا هو التقسيم برضو، وهنا الضرفتين اللي فوق دول كوبايات اهو هنا اهوت كوبايات برضو هيت، وده ده صين برضه اهو، ومن فوق هنا حتى الالومنيوم، وهنا الصواني وهنا المصفى. واخيرا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو، لو لسه ما اشتركتش في قناتي اشتركي فيها وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.